نوح تبشير المدرسة؟ حدش عنده ضحكة يا سلف، أداري دموعي جواها. حدش عنده فرحة يا سلف، أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عارفني، أنا توت مني، أنا مش أنا. أنا مش عايز دوشة، أبات برة أبات جوة، دي حاجة تبع المزاج والكيف، ماشي؟ مش عايز عكنانة وبراحتي. محدش عنده ضحكة يا سلف أداري. أمي مالها أمي؟ صوت في البيت. صوت ايه؟ مين اللي سجل يعملها؟ ممكن تكون قطه يا سي خميس. الحريم يدخلوا الاول. خال هزوا الزوماتي خليكم في ظهري. يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من على الكوره يا فندم. انتوا فين تتفرجوا؟ ورا يلا رجاله ورا. يا ابني في ايه؟ طورت مني الظهر؟ بتبيعها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينه في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش انا هسيب السلاح اهو عشان تطمن. حد يا ابني سيب السكينه اللي في ايدك دي، ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده. يلا يلا اثبت، خليك مخانق. قوم قوم اخويا، يا قوم تعالى يا خفيف. ولا اي حاجه.
عطيات حب على رجل سيدك افندينا يا ياض. ايه ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحه يا زوز، مش وش مطي ده مهما كانت عدى اسير حرب، يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون افندينا؟ ناخد راي الرجاله عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطيه يا رجاله اللي تقول عليها يا افندينا؟ شفت، لازم اخد راي رجالتي، مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انصاص الليالي على بيت افندينا. المره اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطي. ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر ان افصل راسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقولوا؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الليل. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟ مش عاوز تقول لي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضية دي كلها ودي فيها اعدام. ايه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من ايه؟ هتبصلي؟ خايف من ايه؟ في ايه تخاف منه اكتر من الاعدام؟ اطرد! رد عليا يا رجالي. تمام يا باشا. خير؟ في واحد يا فندم عايز يقابل سيادتك ضروري. شحته مشاعل، صحفي في جريده الشعله، ومحتاج اعرف من حضرتك اسرار العمليه، واسم الباشا هيكون في المانشيت. آسر منصور يواجه المجهول من أجل الوطن. هات الكاميرا دي. أغير المنشط؟ هات الكاميرا دي بتاعت الجريدة. هات. أنت دخلت هنا إزاي؟ ما أعرفش. والنبي ما أنا سايقه، والله بحبه. والنبي ما أنا سايقه، والله بحبه. طب هو صحيح. الله ده باينه بجد. ايه ده باينه صحيح. الله يلا وين الصعبة دينا. يا رمانة انت مستخبية مني ولا ايه؟ لا ابدا يا باشا، انا موجودة اهو. انت عارفة مبدئي اللعب على المكشوف. انت مش لابسة كتير قوي يعني عشان تاخدي الوقت ده كله. اطلعي بقى عشان ما زهقش. حاضر يا باشا، أمرك. تعالي هنا، مفيش حد غريب. الله، مالك متخشبة كده؟ معلش يا باشا، أنا أصلي تعبانة شوية. هو قديم بس مقبول. الكلام ده ما ينفعنيش وانت عارف كده كويس. مين قال ما ينفعش؟ انا قلت ما ينفعش؟
هو قال ما ينفعش، انت قلتي ما ينفعش. اللي اعرفه كويس انه لازم ينفع يا نجمه. انت ايه يا اخي؟ ما بتعتقش؟ ما كفكش اللي لهفت من ورا نحش لحمي كل السنين دي؟ اعتقني بقى وسيبني اروح لحالي. اسمعيني كويس، انت طلبت مني ما افتحش بقي بكلمه وانا طوعتك. انت كمان لازم تستهدي بالله وتنفذي كل اللي بطلبه منك. وبعدين عايز اسالك سؤال، هتروحي فين؟ وير يو جو؟ اجو مطرح ما جو يا اخويا، مالكش فيه. وبعدين لعلمك بقى، خميس لو شم خبر هيقفش جامد، وانت عارف كويس ممكن يعمل فيا وفيك ايه. احنا ليه نوصل الحكايه لكل ده؟ ما احنا ناس كبيره ودماغنا موزونه ونعرف نلعب صح، نعرف نلعب على كله ونعيش كله ونكسب من كله. وزي ما قالوا في الامثال، كله على كله، لما نشوف افندينا اوعى نقول له. طبعا المالت بايدون جاب ورا ولف الحوار وحاوى تبير سكه تانيه، وكله لاجل عيون المكسب. والمكسب وحش؟ كلنا هنا عايشين عشان خاطر المكسب. انتي لما بتهز وسطك مش عشان تترمي تحت رجليك الخمسات؟ ولما بتترمي تحت رجلين افندينا عشان يحمي ظهرك، مش ده برضه عشان المكسب؟ ولما بتنزلي تقعدي مع الباشا تحت عشان يحمي حب الرمان ما يتبعترش على ترابيزات الزباين، كل ده عشان ايه؟ عشان الفايف باوند. صحيح، الاصل غالب، وقليل الاصل بس هو اللي ينسى كان ايه. لو من ناحية دي انت اصيل قوي. يبقى نعمل ايه؟ نهدى، نستهدى بالله، ونعقل، وننتبه للقمة عيشنا، وما نفتحش على نفسنا ابواب الفاير جهنم يعني يا حياتي. وزي ما قالوا في الامثال، اللي على راسه بطحة يلبس لها باروكة. ميرسي يا روحي. ادينا نمنا وصحينا. افهم بقى، سمعوني. اللي عملناه ده كان في مصلحة الكل. أنهي كل؟ أنهي كل يا حاجة؟ دي ناس اتجرأت وصلت لحد البيت، أسيب الكلب بتاعهم يروح إزاي؟ اهدى بس يا خميس، إحنا لسه بنقول يا هادي، وأنت لسه طالع والعين عليك، والحكومة لو شمت خبر. إيش دخل الحكومة في اللي أنا بقوله؟ ولا إحنا خلاص خدنا على الضرب؟ الرصاصة اللي اتربصت لك ردينا عليها يا خميس، واللي حصل إمبارح ده مش هيعدي بالساهل. برضك ليه رد؟